قم جدد الحزن في العشرين من صفري ففيه ردت رؤوس الآل للحفري آل النبي الذي حلت دماؤهم في دين قوم جميع الكوف منه بري يا مؤمنون احزنوا فالنار شاعلة يا مؤمنون يا مؤمنون احزنوا فالنار شاعلة ترمي على يا عروة الإيمان بالشرر ولهفتاه لبنات الصبط حين رنت إلى مصارع قتلاهن والحفري رمينا بالنفس من فوق النياق إلى لما رأوا الأيتام عمتهن زينب السيدة الجليلة الوقور قد رمت بنفسها على قبر الحسين أيضا صنع أولئك الأيتام مثل عمتهن زينب رمينا بالنفس من فوق النياق على تلك القبور بصوت هائل ذعر فلو ترى أم كلثوم والهام ناشدتين وتلثم ترب الطف كالعطر إلى أن يقول رحمك الله يا سيد هاشم أنا كنت بقرأ قصيدة أخرى لكن ذكرت على أننا بجانب السيد ما يصير نتخطى قصيدة من سوء الأذى آه آه يا يا فلو ترى أم كلثوم والهام ناشدتين وتلثم ترب الطف كالعطر يا ويلي يا دافن الراس عند الجثة احتفظوا بالله لا تهيلوا تربايا يعني شنو لا تهيلوا تربا على قمري مو دفنوا الجسد قالهم جايين بالراس والآن بيحفرون القبر وبعيدون الرأس إلى الجسد يا دافن الرايس عند الجثة يحتفظوا بالله لا تهيلوا تربا على قمري بعد قال رشوا على قبره ماء رشوا على يا قبره ماء فصاحبه معطشون بللوا أحشايا بالقطر بعد لا تنزعوا أسهما لا تنزعوا أسهما في جسمه نشبايات خوف يفور دم يطفو على البشر لا
تغسل الدايم عن أطراف لحيته. أقبل الدم كالميزاب، أخذ الحسين منه وخضب لحيته وقال هكذا ألقى ربي: لا تغسل الدايم عن أطراف لحيته، خلوا عليه خضاب الشيخ في الكبر، لا تدفن الطفل، لا تدفن الطفل إلا عند والده، فإنه لا يطيق اليوت في الصغر، لا تدفنوا عنهم العباس مبتعدا، فإنه جسمه حتى اليدين بريء.